بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. الإمام الشافعي هو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان إلى نسبه الذي يصل إلى يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، وبيجتمع النسب بتاع الشافعي مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في عبد مناف. اتولد الإمام الشافعي بغزة عام 150 هجرية. انتقلت بيه وسافرت بيه والدته إلى مكة المكرمة، وكان عمره ساعتها سنتين. حفظ القرآن الكريم وهو عنده 7 سنوات، وحفظ الموطأ وهو عنده 10 سنين. يعني شوفوا التبكير، القرآن خلصه في 7 سنوات والموطأ خلصه وهو عنده 10 سنين حفظا. وبعد كده أخذ يطلب العلم في مكة المكرمة حتى أذن له بالفتية، يعني علماء زمانه أذنوا للإمام الشافعي بأنه يقوم بالإفتاء، وهو كان فتى دون 20 سنة رحمه الله ورضي الله عنه. هاجر الإمام الشافعي إلى المدينة المنورة طلبا للعلم عند مين؟ عند الإمام مالك ابن أنس. يعني شفتوا العلماء كانوا بيرتحلوا من مكان، هو مولود في غزة، ربنا يفك أسرها ويفك الكرب الذي هي فيه، اللهم أمين يا رب العالمين وسائر بلادنا جميعا. اتولد في غزة، وبعد كده لما كبر وحفظ وبعد كده راح ارتحل إلى المدينة مخصوص عشان يتعلم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان كده الإمام الشافعي له صولات وجولات في علم الحديث، وله مؤلفات دقيقة في هذا الباب. كل ده جهد مش قام بيه بس هذا الجيل، الأجيال حتى اللي جت بعد كده من علماء الحديث الجهد بتاعهم قام على من سبقهم. هكذا كل جيل من أهل العلم بيسلم الجيل الذي يليه. فهو حب يروح للإمام مالك ابن أنس ويأخذ عنهم مباشرة
وبعد كده ارتحل إلى اليمن وعمل فيها، ثم ارتحل إلى بغداد سنة 184 هجرية، وطلب العلم فيها برضو عند القاضي محمد بن الحسن الشيباني. يبقى اللي بيدرس العلم كان لغة الزمان وحال ذلك الزمان، عشان الناس اللي عملت تتكلم بجهل النهاردة وتقول لا ده ما فيش، ده ما كانش فيه مدارس علمية، ده كانوا بيسافروا رحلات طويلة من أجل طلب الحديث الواحد، ومنهم اللي بيسافر ليمكث ويجلس تحت قدم المعلم ليتعلم العلم. وها هو الإمام الشافعي يطلب الحديث والفقه، راح المدينة عشان يطلبها من الإمام مالك إمام دار الهجرة، سافر بعد كده عشان يطلب من غيره من العلماء، وأخذ هو في مرحلة ما كان في العراق يدرس المذهب الحنفي. وبكده اجتمع للإمام الشافعي فقه الحجاز اللي هو المذهب المالكي، وفقه العراق اللي هو المذهب الحنفي. عقلية الإمام الشافعي عقلية مش عادية، وده تأييد الله تعالى لدينه بأهل العلم. عشان كده اللي بيتكلم إنه إحنا نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة جهلوا هذا التأييد، لم يفقهوا أن الله سبحانه وتعالى كما هو ناصر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم كذلك ينصر سنته، بأنه بيبعث هؤلاء العلماء الكرام والأوقات اللي ظهروا فيها في هذا الزمان المبكر تدل على ذلك. ودي القراءة الدقيقة في التاريخ الإسلامي. الإمام الشافعي اجتمع له فقه الحجاز وفقه العراق المذهب المالكي والمذهب الحنفي، وأخذ هو الفقه والعلم، واجتمع له علم أهل الرأي الجماعة بتوع المذهب الحنفي، وكذلك علم أهل الحديث الإمام مالك الذي كذلك ذهب إليه ليطلب العلم منه، وتصرف في كل ده وفكر وأجاد وذاكر وقام بالحفظ والبحث والتنقيب، حتى بدأ أنه ربنا فتح على أيدين الإمام الشافعي أنه يؤصل لمناهج علمية. كده بيتطور معانا الفقه والحديث، بدأ يأصل الأصول ويقعد القواعد العلمية اللي تضبط منهج طالب العلم. وعشان كده لما بتيجي تقرأ في سيرة الإمام الشافعي تجد إنه أذعن له الموافق والمخالف، أكيد كان ضده حقد كتير، لكن علمه كان غزير، وإنه يعني يشرب المذهب المالكي والحنفي وبعد كده يخرج بعد ذلك يعني هذا الشراب السائغ للشاربين، هذا العلم العظيم، هذا التأصيل العلمي اللي ظهر على إيد الإمام الشافعي، واللي اشتهر بسبب ده أمره ذاع صيته وعلى ذكره وارتفع قدره، وكان أهل العلم أهل زمانه يجلوه، وكذلك الأزمان التي تلت وجود الإمام الشافعي. بعد فترته دي في العراق رجع عاد الإمام الشافعي إلى مكة، وأقام في مكة سنوات، يعني حوالي 9 سنوات تقريبا، وبدأ يلقي دروس العلم في الحرم المكي. وبعد كده رجع تاني سافر إلى بغداد المرة التانية، فقدم إلى بغداد سنة 195 هجرية، وقام هو في بغداد بتأليف كتاب الرسالة، هذا الكتاب الخطير في مكتبة التاريخ الإسلامي وفي مكتبة علماء الإسلام في مرحلة مبكرة جدا، إنه يصل بهذا العقل اللي ربنا سبحانه وتعالى منحه إياه والمواهب والعطايا اللي ربنا ادهاله، فألف كتاب الرسالة اللي وضع به الأساس لعلم أصول الفقه، وله كذلك صولات وجولات في مجال علم الحديث الشريف. بعد بغداد سافر بعد فترة إلى مصر سنة 199 هجرية، وفي مصر المباركة أعاد الإمام الشافعي تصنيف كتاب الرسالة اللي كتبه للمرة الأولى في بغداد، وبدأ بقى ينشر المذهب بتاعه الجديد.